شهر الخير والبركة، شهر رمضان الكريم هو ضيف عزيز مننتظره مرة كل سنة. تغذية صحية المتكاملة والحصول على الحاجات الغذائية الكافية من الفيتامين والمعادن بشهر رمضان المبارك كتير ضرورية، لما بيشكل الطعام جزء أساسي من صحة أجسادنا يلي بيمد أجسامنا أكيد بالطاقة وبيجعله وبيكون هو محصن من الأمراض بشكل عام. أكيد بشهر رمضان كيفية المحافظة على نشاطنا خلال اليوم والساعات الطويلة من الصيام مع اختلاف أوقات الطعام والوجبات الغذائية الصحية والمتكاملة بهالشهر الفضيل. أسئلة كتير رح نحصل على أجوبتها مع أخصائية التغذية الدكتورة إيفانا اليوسف. يسعد صباحك، رمضان كريم. رمضان كريم وصباحكم يا رب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. أكيد بدنا نقول للمشاهدين أنه هلا رح يطلع رقم تليفون فيهم يتواصلوا مع وفيهم اكيد يسالوا دكتوره اي شيء بيحبوا يستفسروا عنه. الارقام هلا صارت على الشاشه. بدايه دكتوره، ساعات طويله من الصيام، يمكن ساعات متعبه وجاي رمضان بالصيف، خلينا نحكي يمكن عن بدايه الافطار، كيف لازم يكون، كيف لازم كمان نقسم الوجبات مشان ما نتضايق او ما تتضايق معدتنا او يكون جسمنا صحي. كثير مهم انه نحن ناخذ غذاء متوازن لحتى كل شيء حينقصنا خلال فتره الصيام الطويله نعوضه بالفطور، نعوضه بالسحور او حتى بالوجبات الخفيفه اللي بين السحور والفطور. فالمفروض دائما يكون بوجبتنا وجبه مائده الافطار الرمضانيه البروتينات، الكربوهيدرات، الخضار، الفواكه، ممكن بعدين المي، السوائل، شويه دهون. كثير كثير مهم انها تكون موجوده، هيك نحن بناخذ العناصر الغذائيه اللي نحن بحاجه لها وبنفس الوقت ما بينقصنا لا فيتامينات ولا معادن ممكن لقدام لاخر رمضان تاثر على الاشخاص اللي ممكن ينقص هذا الاشياء او الاملاح والمعادن هاي. هلا ممكن نحن مثلا نبلش بالمي لانه بعد فترات طويله من الصيام بدنا نعوض الفقد اللي بحاجه للمي، خصوصا بالصيف مثل ما قلتي حضرتك. بعد شوي ناخذ كم تمرين، يعني 3-5. بفضل شوي الشخص يقوم حتى تبلش عملية الهضم، بيصير الدماغ يبعت انه بلش هلا في اكل عم بيفوت للمعدة، بلش يصير في هدم، ما رح يصير عندنا لا عسر هضم هيك ولا مشاكل تزعج او مثلا حرقة او اعياء او اي مشاكل ثانية لها علاقة بالجهاز الهضم، يصير عندنا صدمة للجسم. ممكن يعمل اي شيء، اي نشاط، يروحوا يصلوا، يرجعوا وقتها يبلشوا بالاغذية اللي هي السلطة، الشوربات بكل انواعها، بس نحاول نبتعد عن الشوربات واللي فيها ماجي، اللي فيها هاي الدسم كتير كبير، بتعطش كتير، بتعطش، بتأدي لزيادة سعرات حرارية، وملح الأحيان تعمل تلبك معوي وتخمة للأشخاص. بعد ما نكون خلصنا هالخطوة بنبلش بالوجبة الطبخ اللي ممكن يطبخينها، اللي هي لازم يكون فيها رز أو معكرونة أو مثلا النشويات، يكون في خبز، الدجاج أكيد، أي طبخة من الطبخات البلاد الشام ممكن نطبخها كميات قليلة طبعا. بكون هيك خلصنا وجبة الإفطار، ووقتها ممكن بعد ساعتين من وجبة الإفطار يمشي شوي أو يلعب رياضة أو كتير مهمة، كتير مهمة، أو حتى إذا ما عنده وقت تمام المشي قبل ساعة من الإفطار كمان هذا كتير مهم لإله. يعني حتى لو الشخص صايم ممكن إنه يلعب رياضة قبل الإفطار حتى بساعة طبعاً. شوي يقدر ينظم يمكن كمان امتصاص الطعام بجسمه. خلينا نحكي دكتورة، يمكن أنت عم تحكي على وقت الإفطار، حسيته أنا كتير طويل ما بعرف ليه. فلما تنحط السفر، السورية معروفة هي مع لذة وطاب، والأم بتحب إنه تدلل أولادها حتى لو بقدراتها المحدودة طبعاً. خلينا نحكي شو أهم المركبات الغذائية اللي لازم تكون موجودة على مائدة الإفطار. بأكد المي، ممكن المشروبات الرمضانية مو الغازية، العصير، سعر السوس، التمر الهندي، تمام، هدول كثير مفيدين، بيعطوا طاقة، كمية السكر فيهم ممتازة. مثلا بسعر السوس بدهم ينتبهوا الأشخاص اللي معهم سكري واللي معهم ضغط، ما فيهم كثير يتناولوا بكمية كبيرة بتأثر عليهم، منيح للجهاز الهضمي. في مثلا التمر الهندي فيه كمية كالسيوم، فيه حديد، فالأشخاص اللي معهم أنيميا أو معهم هشاشة عظام كثير مفيدة لهم، بالإضافة إنه هو بيسهل عملية الهضم وبيساعد الأشخاص اللي معهم إمساك. السلطات بكل انواعها، نرجع نبتعد على السلطات الموجوده فيها كريمه، مايونيز، هدول القصص، لانه بتؤدي لسعرات حراريه وتلبك معوي. ممكن وقتها شوربه العدس او شوربه الخضار كثير حلوه، كثير طيبه وكثير ممتازه، وفيها بروتينات وكربوهيدرات وفيها الفيتامينات اللي نحن بحاجه لها.
مثلا ممكن الرز مع اي طبخه بندوره او طبخه لبن، مثلا مثل كوسه بلبن، شاكريه، كبه بلبنيه، هدول كمان كثير مفيد اللبن لانه بحاجه للكالسيوم وفيتامينات المعادن الموجوده لها، والخضار واللحم مثلا اللي ممكن نطبخها. الفواكه ما بنفضل تتاكل مع بقت الافطار او الحلو، لانه في ناس الحلو الحلو كثير بده يخفف الحلو. اوكي نحن ما بنخلص الاكل نجيب الحلو والفواكه، يعني جسمنا بيشتهي الحلو. وقت ممكن نحن اذا كثير مشتهي الحلو يا ناخذ عصير، يا ناخذ تمر، يا ناخذ مثلا شيء قطعه نبتعد عن اللي كثير فيه قطر، نبتعد عن فيه كثير سكريات، رح يصير معنا تلبك، رح يصير معنا زياده وزن. ونحن ما مضطرين ابدا انه اخر رمضان يصير عندنا شيء 10 كيلو زياده، لكن نحن نحافظ على وزننا. ممكن ياخذوا قطعه بعد مثلا نفترض الوجبه اللي بين الافطار والسحور في وجبه خفيفه، بياخذوا منها شويه قطعه حلو، كميات قليله، ممكن مثلا اذا الكنافه قد كف الايد، او مثلا البقلاوه قطعتين. يعني هنا بدهم يتحكموا بالكميات، وكل ما خففنا قطر كل ما خففنا سكر بفضل. نعم دكتوره، يمكن في كثير من الاطعمه هي بتعطي طاقه للجسم، لازم دائما يمكن تكون متواجده، وخاصه بفتره السحور لازم ناخذها حتى نضل كل يومنا يمكن صامدين. خلينا نحكي عن ابرز الماكولات يلي لازم تتواجد على السحور بتعطينا الطاقه. هلا بدي احكي على شغلتين قبل ما اقول لهم، هن كثير مهم نتسحر، لانه خلال فترات الصيام الطويله عشان ما يصير عندنا تعب واعياء واستفراغ وخمول ونبلش وجبه افطار بكميات كبيره لانه احنا جوعانين، لازم كثير نتسحر لها فوائد كبيره. واللي بينقص بالافطار ممكن نعوضه بالسحور كفيتامينات ومعادن ومصادر غذائيه. ولازم ناخر السحور لبين ما حتى يصير عندنا الاذان لنقدر نتحمل هالصعب الاوقات الطويله من الافطار، يعني حتى نفطر. والمي ما في داعي نحن نحط انينه المي ونقعد نشربها انه خوفا من العطش انه هلا بدي اتسحر، فهي انينه المي كامله لا ابدا، لانه الكليه رح تاخذ بحاجتها وتطرح الباقي، فنحن فينا نوزعها خلال النهار. بالنسبه للغذاء اللي كثير مهم نحن نتناوله بالسحور، اللي هو بنقول عنه انه بيتاخر بالهضم، هضمه صعب، اللي مثل الفول، مثل مثلا الحمص، عندك مثلا البيض، الجبنه، اللبنه، هدول تقريبا بده 7-9 ساعات لينهضموا، في الالياف الكميات كبيره فيها، فهذا بخلينا شبعانين طول فتره الصيام. نعم، خلينا نحكي عن النشويات اللي بتحافظ على معدل السكر ايضا بالدم، خلينا نحكي شو هي المركبات الغذائيه ايضا اللي بتحتوي على النشويات، يعني نحن عم نحاول نعطي الفائده بالطعام قدر المستطاع اليوم. كثير التمر كثير مهم، التمر واللبن فيه مثلا حتى يتسحروا الاشخاص فيهم لانه فيه نشويات كربوهيدرات كميات كبيره، وبنفس الوقت اللبن او الحليب بيعطي البروتين فنحن بحاجه له. هو اللبن يمكن بيطفي كمان دكتوره العطش؟ لا اكيد بيروي كثير، ومن افضل المشاريب مثل يعني ما له مثل المي بس يعتبر دغري بعد المي. مثلا عندنا النشويات ممكن الخبز الاسمر لانه فيه الياف، الحمص هلا ما شرط يعني ممكن ياكلوه ني للحمص او شوي، فيه كميه كبيره كثير من الالياف بتعطي شبع فيها اللي هي النشويات، بتعطي طاقه. ممكن هلا نحن شوي من السكريات ناخذها من الفواكه او من العصير او حتى من المشاريب الرمضانيه. نبتعد كثير عن الحلو لانه سبب السكر اللي فيه ما فيه نشويات وفيه سكر كثير، بيعطي طاقه صح بس يسبب للعطش، بيعطش هاي خلينا عطشانين طول فتره. نبتعد عن الوجبات لانه ما فيها نشويات، الوجبات السريعه فيها بس سمنه، الرز، المعكرونه، هاي بالافطار. اما بالنسبه للسحور لا، يفضل الفول، الخبز، اللبن، الجبنه، هاي تكون اخذنا شويه نشويات من هون وبنفس الوقت اخذنا بروتينات. نعم دكتوره، يمكن ذكرتي من شوي الرياضه، قديش مهم بما انه نحن بعدنا ببدايه شهر رمضان الكريم، قديش مهم النظام الرياضي انه هو يضل ماشي، اللي عنده نادي يمكن لازم يضل المشي، لازم خلينا نحكي عن الساعات اللي لازم الرياضه تكون تساعدنا يمكن على الصيام، وتساعد ايضا الوجبات انه هي يمكن تتهضم بسرعه من الجسم. كثير مهم خصوصا على مثلا الاشخاص اذا بيقولوا لك انا ما فيني العب رياضه لاني صايم، ابدا هذا غلط. قبل ساعه اول شيء بيحرق لك الشحوم، بيعطيك دم جديد، اوعيه دمويه جديده، بصير عندنا ضخ للدم جديد، خلايا بتصير في عندنا جديده. بيجي لما بده يتناول حتى التنفس تبعه كثير بيكون احسن، لما بده يتناول الطعام ما رح يصير عنده عسر هضم، ما رح يصير عنده مشاكل تلبك معوي او حتى تخمه، وبقدر يتناول حتى بحافظ على الوزن، بكون حرقنا شحوم. هلا كمان اللي بعد ساعتين فنحن اللي بكون اكلنا انهضم،
اذا كنا اكلين زياده من السعرات الحراريه، زياده من الاكل اللي فيه فات وشحوم، بنحرقه بالرياضه وبنرجع بناكل، بيعطيكي طاقه، بيعطيكي نشاط اكثر، وما اي مشكله من المشاكل ممكن تنصاب فيها الصيام اللي هي وجع راس، الاعياء، التلبك المعوي، الامساك، كلها هاي بجددها وبيمنع حدوثها. نعم دكتوره، معنا يمكن اتصال، خلينا نشوف مين معنا. مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. الله اكرم. كل عام وانتم بخير. حابة اسأل سؤال. انا ابني بهي الفترة عنده امتحان، وبدي اعرف شو الوجبات اللي ضروري انه ياخذها بهي الفترة تساعده على التركيز وعلى الدراسة وتناسب هالجو هذا. نعم اكيد اكيد دكتوره رح تجاوبك على السؤال. كمان يمكن اليوم اول يوم تقديم البكالوريا، بدنا نتمنى لهم يكونوا قدموا منيح، يمكن هلا خلصوا ان شاء الله، يا رب تكون تقديمهم منيح. لكل طالب صايم هلا بلشوا الفحوصات، كيف كمان فيه هيك ينظم وقته، واي ساعات يمكن الصحيحه مثل ما ذكرت انه فيه يدرس صح، يعني بعد الافطار ولا بين الافطار والسحور ولا اي احسن؟ لا، هي يفضل بين الافطار والسحور بعد تقريبا ساعتين من الهضم، من الافطار، لانه رح يصير في عمليه هضم، رح يصير كل الدماغ وكل تركيز الجسم لعمليه الهضم، صار ما يصير معنا مشاكل بالجهاز الهضمي والتخمه والتعب. كثير مهم ياكلوا تمر، الزعتر، البان والاجبان، مكسرات، مكسرات ممتازه كثير كثير، مثلا هاي كوجبه خفيفه. يبتعدوا عن الفاست فود، يبتعدوا عن الفول والحمص، لانه شوي بتاثر على الدماغ، بتاثر لانه هضمهم كثير رح يكون بطيء، هذا الشيء بيؤدي انه الدماغ كلها بالهضم، ما رح يصير في تركيز. كثير مهم يبتعدوا عن المنبهات، لان المنبهات صح ممكن تقول لك بتعطيني نشاط، بس هي بتسبب توتر، بتسبب إدرار بالبول، بتسبب عطش، بتسبب عصبي، وبتسبب أرق. نحن هذا اللي بالنسبة للطلاب نحن كثير بعيدين، يعني ما بدنا إياهم أبدا إنه ينقصهم أي وقت من النوم، أهم شيء يناموا 8 ساعات. بهالشكل الفواكه كثروا منها، كمان منيحة فيها فيتامينات ومعادن بتأثر، كاسة الحليب ضرورية أو اللبن، وكثير مهم بأكد على التمر. أكيد ليا، بنتمنى التوفيق لكل طلابنا، وإن شاء الله يكونوا استفادوا الأمهات أيضا اللي عم يسهروا كثير وهاكلين هم أولادهم من هاي النصائح اللي عطيتيهم إياها. أنا بدي أتشكرك على وجودك، وأكيد لنا لقاءات قادمة لنحكي أكثر بالتفصيل عن المكملات الغذائية والبدائل لنظام غذائي صحي للجسم. شكرا كثير لوجودك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتورة، وأكيد شرفتينا، ورمضان كريم. تسلموا، أهلا وسهلا فيكم.